يلا تعالى نبدأ حاجة اسمها دي أفهم تخطيط تأمين وإزاي وفين ونعمل إيه؟ معايا كلمة أبدوم، حد يعرف كلمة أبدوم يعني إيه؟ أبدوم بطن يعني إحنا قلنا عايز بطن خلاص، بس هي أكشلي إتس فول بطن، ده مش أبدوم، مش معناها كلمة بطن أبدوم. كلمة أبدومين جاي من كلمة لاتيني اسمها أكادير، وأكادير معناها تو هايد، إنك تخفي أو تخابي. معايا؟ فعاوز يقول لك إن الأبدومين ده الجزء من جسمك اللي مستخبي جواه أو وراه حاجات كتير قوي. غير الليمبس، يعني لما اتعاملنا مع الأبر واللور ليمب. معايا؟ كنا بنقول خلي بالك بص أنا بعمل كونتراكشن أوف ذا بايسبس وتبص البايسبس أبدو، فأنت شايفه قدامي، فأنت في سكين ومش عارف الفيش عادي. أما الأبدومين لا أنت ما أنتش شايف حاجة خالص. وعشان تشوف الحاجات اللي جواك لازم يحصل لها ايه؟ انلارجمنت، تتضخم، يبقى في مشكله. فكلمه اب معناها تو هاي، معناها انك مخبي حاجات جوه. ومن هنا جت الفكره، طب لما نيجي نتكلم على الانابتو بتاع الابدوم نشرح نقول ازاي؟ قال لك الموضوع بسيط جدا، خد هوريزونتال سيكشن في الابدوم، قطعنا اهو بالعرض. ايه اللي انت شايفه؟ والله يعني ابدومينال وول وجوه فيه كافيتي تجميل. يبقى كتاب الابدوم ده بيتكلم في حاجتين اتنين بس، ان في ابدومينال وول وفي ابدومينال كافيتي. وللتسهيل انا طب ما تيجي نقسم الابدومينال وول ونقول ان في قدام وعلى الجناب انترولاترال وول، طب اللي ورا يبقى ايه؟ بوستيريور وول وجوه في كافيتي، خلاص يبقى هنخلي الابدومين تلات عناوين. معايا؟ نقول ان في انتيريور ابدومينال وول، ابدومينال كافيتي، بوستيريور ابدومينال وول. والكتاب اللي عندك 260 صفحه بيتكلموا بالترتيب ده. انتيريور ابدومينال وول، معايا؟ الابدومينال كافيتي بكل اللي فيها، بعد كده بوستيريور ابدومينال وول. طيب ده الترتيب الدنيا تمشي ازاي؟ وادي الكافيتي اهي اللي قضيناها خالص، الحاجات اللي جوه. تعال نبدا بالترتيب، النهارده يا جماعه عايزين نبدا حاجه اسمها انتيريور ابدومينال وول. ايوه. انتيريور ابدومينال وول تفتكر معمول بايه؟ والله لو انا تخيل انا بعمل العمليه قلت العمليات وسبت المشرط وبقطع، فايه الطبقات اللي هتعدي عليا في السوبرفيشال؟ قول لي كده اول طبقه تبقى مين؟ سكين. اكيد سكين، تحت منه في ايه؟ سوبرفيشال فاشيا. سوبرفيشال فاشيا. والفاشيا هنا في حاجه غريبه قوي. فاكرين زمان زمان الفاشيا بتاعت الفايز بعيده قوي مش هتفتكروها، كنا بنقول ان السوبرفيشال فاشيا معموله من طبقتين. تو ليرز. سوبرفيشال فاتي لير وحاجه اسمها ديب ميمبرس لير. نفس الكلام موجود عندنا هنا. معايا؟ يمكن ادي قصه الابدومين، وعايز اقول لك ان الابدومين مخبيه الحاجات. معايا؟ مخبيه الحاجات اللي جوه على الاورجنز والفاسرا. تمام؟ ويمكن التقسيمه لغايه ان احنا بنقسم الابدومين الى ريجنز وارياز هتقولها قدام، فمش عايز تستطعوا بيها دلوقتي هتجيب. بص على كده اهو. داخل من بره لجوه، ادي الهوريزونتال سيكشن، المقاطع في الابدوم، ايه الطبقات؟ اول طبقه سكان، بعد كده سوبرفيشال فاشيا طبقتين، سوبرفيشال فاتي لاير وحاجه اسمها ديب ميمبرس لاير. معايا؟ طيب ارفع الطبقتين دول اهو، ادي سوبرفيشال فاتي وديب ميمبرس لاير، لو شلناهم تاني تحت منك في ايه؟ ديب فاشيا. والله فيها كلام. ها تفتكر تحتاج ديب فاشيا في الاتيرا ضمن الوول اه ولا لا؟ الحلول اه ليه ولا لا؟ ليه؟ بيقول لك بالظبط انت لسه بتبدا انت مخبي على اورجنز جوه، والاورجنز دي في وقت من الاوقات ممكن تتضخم او تكبر، طب لا ده ممكن يبقى في اورجن بيتحرك او اورجن محتاج ان يعمل ديستنشن، فانت محتاج سبيس. معايا؟ فيقول لك يستحسن ما يبقاش في ديب فاشيا. تبص تلاقي بعض الكتب قالت لا ده في ديب فاشيا موجوده، بس يعني هو وظيفه الديب فاشيا مش انها تعمل فيكسيشن. معايا؟ قال خلاص خلي الديب فاشيا موجوده بس اتس ا فيري ثين فيري 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 ثين لير، يعني انها مش موجوده. معايا؟ انا بقول لك الكلمه دي ليه؟ لان ساعات في امتحان الكوره تقول ذير از نو ديب فاشيا في الانتيريور ابدومينال وول، تلاقي سنه لما كده مش خالص. لا هو فيه بس فيري ثين لير. طب تعال نقول القاعده بتقول ان هنقول مفيش ديب فاشيا، الا لو حد سالنا قال يا جماعه هو في ديب فاشيا ومصر عليها او لا في ديب فاشيا اتس ا فيري ثين لير، عشان ما تعملش ايه؟ ما تعملش ليميتيشن للديستنشن. طب اول ثلاث طبقات سكان سوبرفيشال فاشيا حاجتين، سوبرفيشال فاشيا ودي ميمبرس، خلاص قاعده
فلوس عايز يسحقوا منها فرقه كتيره فوق دول، متوقع انك هتشوفها كتير قوي، متخيل؟ طب العضلات هنرتبها ازاي؟ ها فاكر ترتيبه العضلات في التشست او في التوركس او في الانتركوستال سبيس؟ كانوا ثلاث طبقات اكسترنال مش عارف ايه وانترنال ايه وانر موست ايه، صح؟ هنا هعمل نفس الترتيبه اكسترنال ابدومينال اوبليك واللي جوه انترنال ابدومينال اوبليك واللي جوه خالص ماشي العضله اسمها ايه؟ ترانسفيرسس ابدومينس. يبقى العضلات بتاعت البطن، خلي بالك العضلات اللي انا بقولها دي العضلات اللي بترتب، بص بص انترولاترال. حد يقول بالنسبه للرسم دي فين قدام ورا؟ خلاص بقى بتتكلم فيه، ما هي الفقره اهي ادي العضله ده بتبقى كده ورا كده قدام انترولاترال مول معايا ثلاث عضلات بنسميهم انترولاترال ماسلز من سوبرفيشال لديب اكسترنال ابدومينال اوبليك انترنال ابدومينال اوبليك وعلى اسمها ترانسفيرسس ابدومينس. طب وانت هتحط العضلات على جنب ومفيش عضلات قدام، هنجيب عضلات قدام وعلى جناب الميدل لاين ونسميها انتيريور او باراميديان ماسلز. هنقول لهم ايه؟ انتيريور او باراميديان. تاني جاي لو واحد بيتكلم فيه عنوان كان اسمه انتيريور ابدومينال وول، ايوه ايه اكون رد عنهم بايه؟ خش من سوبرفيشال قديم اول طبقه قبلك مين؟ سكان شيل لقيت مين؟ سوبرفيشال فاشيه كامله اثنين ارفعهم ها مفيش دي فاشيه، ثلاث عضلات انترولاترال ماسلز من بره لجوه هسميهم اكسترنال ابدومينال اوبليك انترنال ابدومينال اوبليك وثلاث اسمها ترانسفيرسس ابدومينس معايا؟ على فكره واضح ان الدنيا مترتبه ثلاثات ثلاثة سوبرفيشال ستراكشرز لو شلتهم تلاقي ثلاث عضلات انترولاترال لو شلتهم ترانسفيرسس ابدومينس تحت منها متبطنه من جوه بالفاشيا. تستغرب لو سميناها فاشيا، فاشيا ترانسفيرسس. ما هي الفاشيا اللي بتبطن الترانسفيرسس ابدومينس اسمها ايه؟ فاشيا ترانسفيرسس تمام؟ طب لو شلت الفاشيا ترانسفيرسس يقول لك شويه فات اوت سايد البريتون بتسميهم اكسترا بريتونيال فات. لو شلناهم يبقى احنا دخلنا على طبق مين؟ بري تونيل. فاكرين ان البري تونيل ده واحد سيرس ميمبرين عامل زي مين؟ اهو لو عندك ده فيسر اورجن ادي سيرس ميمبرين عباره عن طبقتين، طبقه ايه بنسميها؟ فيسر اللير اللي ضغط على الفيسر، طب اللي على الاطراف بنسميها؟ بارايتال لير. طب لو كان ده الابدون ادي الانتيريور ابدومينال وول، عديت ثلاث طبقات سوبرفيشال وبعدين رحت معدي ثلاث طبقات بتوع العضلات وبعد كده لقيت فاشيه ترانس فيرسيس وشويه فات سمينات اكسترا بيريتونيه فات. طب لو عديت من الفات اول طبقه اتقابلت مين؟ برايك اللي هي اخ بيريتونيه. ادينا ابدومينال وول تسعه ليرز تسع طبقات ثلاثه سوبرفيشال اسمهم ايه؟ سكن سوبرفيشال فاشيا طبقتين سوبرفيشال فات انتير ممبرنس ارفعه تلاقي فيه ثلاث عضلات انترولاترال ماسلز اساميهم ها اكسترنال ابدومينال اوبليك انترنال ابدومينال اوبليك وترانسفيرسس ابدومينس. شلناهم في ثلاث طبقات بعد كده جوه ديب اه مين هم؟ ها بدايه من الفاشيا ترانس اكسترا بيرتونيال فات وبرايت اللي هي باف بيرتونيال. اعتقد لو دخلنا المشرحه وقمت خارج بالمشرح وشايل التسع طبقات او المشرط عدى في التسع طبقات ودخلت جوه البطن، انت دخلت جوه فين؟ انا دخلت في السبيس ده صح؟ عايز اقول انا دخلت في الابدومينال كافيتي فين بالتحديد؟ انا هنا هنا سبيس السبيس ده اسمه ايه؟ مش ده البريتونيال كافيتي؟ صح؟ اللي المفروض في الليفينز يبقى فيه ايه؟ ثين لاير اوف سيرس فلاور. ايوه طب لما تبص على الاورجنز المفروض متغطيه بايه؟ بالفيسر لاير. يبقى انت دخلت انسايد البريتونيال كافيتي. خلي فاكر الكلمه دي عشان مهم قوي انك تفهم حاجات لما نيجي نتكلم على البريتونيال. طب بالترتيب بص بقى تعالوا ناخد الطبقات بتاعتنا من بره لجوه لما تسع طبقات دول ناخدهم طبقه طبقه ونقعد نفصصها. معايا؟ أول ليرة ده مين؟ سكن. طيب عايز تعرف يعني السكن حلو زي الفل ماله يعني؟ فين ليه لازم يبقى طبقة رقيقة؟ أنت قلت في الأول مش هحط ديب فاشل علشان
كلمه ايه؟ ثيرد لير عشان تقلقوا الديستنشن. اه طب لا ده احنا لقينا حاجه غريبه قوي في الجلد ده. عارف لقينا ايه؟ ايوه ايه بتاعك؟ امبريكس صح؟ ايوه نقف عند الامبريكس كده شويه. يعني بص انت ماشي ازاي؟ عرفت التسع طبقات، اول طبقه اسمها الجلد. الجلد مال فين عشان يسمع بالديستنشن؟ لقينا فيه حاجه اسمها امبريكس. عايز حد يحط لي ديفينيشن، تعرف الامبريكس ايه؟ ها ايوه ايه؟ سكار. يعني ايه سكار؟ ندبة. ساعات واحد بيتعور مثلا في ايده فين وبتاع، فاكر بتاع دي كانت تعويره من 10 سنين فاتوا وما اعرفش ايه، يبقى اسمها سكار، عباره عن فايبرس تيشن. بيقول لك ان الامبريكس دي السكار بتاعت الامبريكال كورد. على فكره الامبريكال او امبريكال دي نطق صح. دي السكار بتاعت مين؟ امبريكال كورد اهو. كان زمان في حاجه اسمها امبريكال كورد معايا، وبعد ما تقص الحته ديت خلاص اللي هيفضل منها هو نسميه امبريكس. طب الامبريكس ده السكار بتاع الامبريكال كورد، هنا عايز اقول شكله عامل ازاي؟ ممكن في بعض الناس قالوا ده انفيرتد كون، عامل زي المخروط اللي انت شايفه ده، شايف البيز بتاعت الكون، اما جوه يبقى ده الايبكس اوف ذا كون. الامبريكس موجوده على السيرفس ولا ديبريزنت؟ نازله لتحت شويه. يبقى ده انفيرتد كونيكال ديبريشن. شوف كل كلمه ليها معنى. انفيرتد ايه؟ كونيكال ديبريشن. مكانها فين؟ في السكين بتاع الانتيريور ابدومينال وول. فين بالتحديد؟ في الميد لاين، في النص بالظبط. ما شفناش واحد الامبريكاس حد في اليمين او الامبريكاس حد في الشمال، ما شفناش حاجه كده. ده انت في النص بالظبط. انت متخيل؟ يعني عايز اقول امبريكاس ها تذكره ذا امبريكال كور شكلها عامل ازاي؟ ها اسمعت انفيرتد كونيكال ديبريشن. مكانه فين؟ في الميد لاين والتأثير الدومينال وول. طب استنى بقى، ما هو انت ميد لاين، انت ممكن تبقى في الميد لاين فوق هنا شويه او هنا او تحت، لازم تحدد. طب ايه رايك؟ تعالى نقول ان الامبريكس اوبوزيت للفيرتبرال كولم هو قال لك الانتر فيرتبرال ديسك بين ال 3 و 4. اوبوزيت الانتر فيرتبرال ديسك بين كام وكام؟ بين 3 و 4 اهو. لو ده كده اهو بص قدام، شايف الدبريشن ده؟ طب مكان مين ده هنا؟ امبريكس. وهنا مكان مين؟ الامبريكس. طيب الكلام ده من ورا، وانا كل ما يجي عيان عشان اعرف الامبريكس دي في مكانها ولا اقول طريق على وشك. ها قول على الطريق ده، تقوم مطلقه طريق ارجع تاني على ظهري. يعني انت متخيل مش شيء صعب قوي. قال طب ما نحط لها الف من قدام، نحددها من قدام. ازاي؟ والله يا اخي المعلومات اللي نعرفها ان الحته دي اخر الاسترنوم ده بنسميه زي فوايد فوسس، والعظم اللي تحت هنا هي بكون يمين وشمال، عملوا حاجه اسمها سامسز بيوبس. طب ايه رايك؟ ادي زي فوايد فوسس وادي سامسز بيوبس. ايه رايك؟ ميد واي نص المسافه بين الزيفوي والسابسس بيوبس. اه تخيل ده مكان اه يعني المسافه دي تقريبا قد المسافه دي. ايوه تعال نقول بدانا بالانتير ابدومينال وول، خدنا طبقات اساميهم تسعه. بعد كده بدانا اول لاير ها اسمها سكين، عرفنا ان ثن ولقينا فيه امبريكس، عرفنا عليها ايه؟ عرفنا عليها ايه؟ سكار معايا بتاعت الامريكان كول. طب الشيب والسايد ها انفيرتد كونيكال ديبريشن، مكانه فين؟ في الاخر بقول لك في الميد لاين معايا اوبوزيت لمين ورا؟ انت فيرتيبرال ديسك بين ال 3 و 4. على فكره 3 و 4 دكتور معايا في الاخر قبل كده في اليوم، بس عايز اكل شويه. كان اقرب برضه لصيوات كارتج اللي عند ليفل بين سي 3 و 4، وده كان الترمينيشن بتاع مين؟ رب الكروت القطري بمناسبه 3 و4. يعني احاول بس اقول هنا بقى ال 3 و4 معايا، ال 3 و4 معايا. خلي بالك ده الليفل بتاع الامبريكس. طيب خلي بالك يقول لك ساعات بنلاقي في الاطفال ان الامبريكس هو ايه؟ ليتل بيلو شويه، لسه ما حصلش ديفلوبمنت العضلات بتاعت الانتيريور ابدومينال وول، فالليفل بتاعها ما بقاش في النص ولا تحت شويه. مش عايز تفاصيل اكتر من كده بالنسبه للامبريكس، بس عايز كلمه اخيره. احنا هنا تهمنا الامبريكس في ايه؟ يعني انت كدكتور جالك عيان ولقيته على ظهره واكشف بطنك عشان تعمل له اكزامينشن، هنعرف قدام شويه احنا بنفحص ايه. بس لما نبص على الامبريكس تهمك فين؟ ها؟ في عندنا كذا حاجه. اولا ده الميدل لاين. ده انت بتقول
مش عارف ايه مش مهم بيت الليفلز ده الميدل لاين طب غيره لقينا حاجه غريبه قوي الليمفاتكس والفينوس برانش بتاع الانتيريور ابدومينال وول دايركتد اواي فروم ذا ابر هيكس ايه تاني؟ تاني الليمفاتكس وايه؟ وفينوس برانش بتاع مين؟ انتيريور ابدومينال وول دايركتد اواي بعيد عن الامبر هيكس يعني لو تخيلنا مع بعض ان ده كده انتيريور ابدومينال وول اهو وادي الامبر هيكس ها الليمفات ايوه رديكولا ايه؟ الفينوس برانش اللي فوق يعني لو عندنا لمف والله اللي فوق يطلع على الاكسلري الانفينود او الانتيرو جروب بتاع الاكسلري الانفينود طب واللي تحت ينزل على الانجوينال الانفينود متخيل؟ الكلام ده مهم بس مش عايز اطول فيه دلوقتي هنعرفه قدام شويه حته الليمفاتكس والفينز يبقى نرجع تاني ان الليفل بتاع الامبرايكس بيقول لك ان فوق الامبرايكس اللمف والفينس درينج دايركتد ابرو طب بيقول ليفل الامبرايكس دايركتد ايه؟ كلينيكالي عرفنا معلومتين يهمونا في الامبريكس نمبر 1 ده ايه ده؟ امبريكس ده ايه؟ الميدل لاين اثنين الليمفاتكس وفينس درينج هتقول ايه؟ انها فوق يطلع لفوق واللي تحت يطلع فين؟ ينزل لتحت ده فينس وكمان نفس الكلام بالنسبه لمين؟ للليمفاتكس تمام؟ طب خلي بالك لقينا حاجه جميله قوي بص كده بص كده فاكر زمان حاجه اسمها انتركوستال نيرفز فاكرينهم؟ شوف كم مره دي ثالث مره اقول لك كلمه فاكر ولا رابع مره. الانتر كوستال نيرفز كنا بنقسمهم نيرفز 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 قسمناهم لاتيبيكال واتيبيكال وقلنا الاتيبيكال ليه؟ بيمشي شويه في الثوركس او ويكمل في حته ثانيه او هرب من الثوركس خالص. صح؟ طب ايه رايك؟ عرفت ان انتر كوستال نيرفز في عندك المفروض من 1 ل 12 اخر واحد بنسميه سب كوستال ان اللور انتركوستال نيرفز لور خمسه مع السبكوستال هربوا على الابدومين وسميناهم فيراتو ابدومينال نيرفز طب ايه رايك؟ تي 10 تي 10 انتركوستال نيرفز العاشر اهو هرب او هربان ناحيه مين؟ الابدومين وقالك ده بيدي سنسوري سبلاي او احساس عند الليفل بتاع مين؟ الامبرايكس الكلام ده مهم ايوه اصل هنا على فكره ان تي 10 بيدي كمان الحته دي اللي فيها الزايده appendix هنعرفها برضه قدام بالتفصيل معايا؟ قال لك بناخد برضه من تي 10 طب ايه رايك؟ ده فسر لنا حاجه ان الواحد لما عنده التهاب في الزايده ما بيحسش بالالم هنا ما بيحسه فين؟ اراوند ذا امبلايكس متخيل؟ خد حاجه اسمها ريفيرد فين؟ صح ولا لا؟ ايوه شفت الليفل بتاع الامبلايكس مهم ازاي؟ معايا؟ تاني كلمه ايوه ان الواحد لما يجيله appendicitis ايتس انفلاميشن appendicitis inflammation في الابندكس يجيله ريفيرد بين فين؟ اراوند ذا امبلايكس معايا وده لان الاثنين دي سيم معايا سنسوري سبلاي طب ايه المنظر ده؟ فين الامبلايكس ده؟ ايوه ايه؟ صح ولا لا؟ ايوه خلي بالك بقى هيجي لك بعض العيانين عندهم الليفل بتاع الامبلايكس مختلف مختلف عن ايه؟ يعني مش المكان اللي احنا عارفينه او جايين من النورمال سايت معايا؟ هل ده ممكن اعتبره ابنورمال؟ انا شخصيا طبعا ابنورمال اي حاجه بعدت عن الاناتومي معايا ممكن نقول فيه ابنورمال او ابنورمال فاريانت فاريشنز ده طبيعي ده قصير احنا كنا مش نفس الطول متخيل؟ لا بس هنا هو في الاناتومي الامور تفرق شويه السبب حركه الامبريكس مش في الميدل لاين ممكن تنزل لتحت شويه او تطلع لفوق شويه واضح ان واحده من ضمن الاسباب ان يكون عندك ايه؟ اوبيستي العين عندها تخينه فاهم؟ بص الامبريكس عامله ازاي؟ يعني لولا ان الواحد عارف ان الصوره دي انتيرو ابدون ده هون كان افتكر المنظر ده حاجه ثانيه خالص معايا؟ طيب ايه رايك؟ على فكره ده بريجنسي ده حمل معايا؟ بص شكل الامبريكس عامله ازاي؟ هي انفيرت لازالت انفيرت بس واضح ان هي اقل شويه حتى الليفل بتاعها اتغير طب بص هنا بص الامبريكس نزلت هنا فين؟ معايا؟ انا بس قلت الكلام ده ليه؟ علشان لما يجيلك عيان تكشف عليه وتقول ايه ده؟ الامبريكس مش مكانها ده نزلت تحت وتخوف لا ده روح ده لو انت عارف السبب ان في بريجنسي او في اوبيزيتي يبقى الامبريكس اتحرك في مكان ده مش النورمال سايد تحت صح ولا لا؟ لا ده الامبريكس ليه اهميه ثانيه بص بص نمبر 1 كلينيكال الامبريكس ده الليفل بتاع الميدل
لو في انفلاميشن في الابرنكس معايا. لا ده في كمان ابنورماليتي في السايت. عارف لو في سبب اختلاف السايت ده موضوع كبير. ممكن الابنورماليتي في السايت سببها زي ما شفتوا في حاجه ديستنشن حاجه من جوه زقه معايا. او ممكن اليانج ايج في السن الصغير التون بتاع المصل ام ايج في حاجات كتيره قوي بس عشان ما نلوش. حاجه كمان من ضمن الفاكتورز اللي بتأفكت الامبرايتس ودي حاجه اسمها هرنيا. يعني ايه كلمه هرنيا؟ اسمع بالظبط اي حاجه من جوه تطلع لبره على فكره بروتروجن اوف اني اوف ابدومينال كونتراكتس ايه؟ اي حاجه من جوه تطلع لبره ان شاء الله يا رب الليفر هيطلع من مكانه معايا يبقى انت عارف حاجه اسمها هرنيا فاتحه او في التاني. الهرنيا اللي بتحصل في الامبريكس هي بنسميها ايه؟ امريكان هرنيا صح؟ طب خلي بالك عايز افرق بين حاجتين. عندنا طفل لسه مولود والولد من كتر ما بيعيط بيعيط كتير قوي ومطنشان مش عارف ترضعه معايا من كتر ما بيعيط وبيعمل سترينج بيحصل جامد قامت الامبريكس قفل قدامه حصل له ايه؟ هرنيا نسميها امريكان هرنيا. طب ايه رايك؟ لا ده انا عندي مثلا 30 سنه وعندي بطن قد كده ودهن وفات كتير قوي وجيت اشيل حاجه وعضلات ضعيفه وجيت اشيل حاجه تقيله حاجه ابا من هنا. يعني حصل لي برضه هرني اسالي امريكا هرني برضه؟ لا انا اعترض. ليه؟ تعريف الامريكا هرني ايه؟ سوري تعريف الامريكا ايه؟ كاتسكار نطبه فايبر ستيشن صح ولا لا؟ فانت مش هتطلع من خلال الفايبر ستيشن لقيت تطلع جنبه. انت فاهم ولا لا؟ يعني عايز اقول لو الهرنيا في سن صغير او لطفل مولود بيها اسميها امبيريكال هرنيا وممكن عليها كونجينيتال امبيريكال هرنيا لو مولود بيها. معايا؟ او لو ظهر بعد شويه من الولاده يبقى امبيريكال هرنيا. لو في حد كبير اسميها بارا امبيريكال هرنيا. انت جايب مين؟ الامبيريكس. معايا؟ كنتوا تعرفوا ان الامريكان هرنيا بتحصل تقريبا بنسبه مش قليله من الاطفال ونسميها ديفيسيولوجيكال هرنيا. متخيل؟ عايز تفرق بين علمين حاجه اسمها امريكان وبارا امريكان. ايه الفرق الاثنين؟ امريكان بتحصل في سن بارا امريكان سن كبير. الامريكان هرنيا ها بتحصل ثرو الامبرايتس ما لسه ما تعرفش. اما البارا امريكان لا ده بقى سكار فايبر ستيشن. يبقى انت بتحصل اراوند مين؟ حوالين الامبريكس. او لو عندك طفل مولود بحاجه قد كده ادي الامريكان هيرني اهو ولد لطيف جدا عنده امريكان هيرني حلو اهي معايا ولد برضه عيل كده ده مش عارف اصلا ان عنده امريكان هيرني اهو ما اعرفش اخوه ده لا مش عارف برضه كمان برضه يكون عنده هيرني هيرني بالظبط ما اعرفش عامل زي المدفع طبعا يعني بالظبط انت هتشوف حاجات غريبه قوي يعني العلم عندنا فيهم حاجات لطيفه جدا معايا. لا ده ممكن الواحد يصبر لما الهرنيا توصل لاحجام انتوا مستغربين ان دي هرنيا حجمها كبير؟ لا دي فيها اكبر من كده بكتير معايا. ايه خطوط الهرنيا؟ بص الهرنيا يعني كلمش انت كنت مستغرب اللي فات معايا. طب بص بص اللي الجنب كده عليه والعين ممكن يقعد فتره طويله متصور ان ده كرش تبطل ان دي مش هرنيا ولا حاجه الا لما تحصل كارثه بعد كده معايا. خطوره الهرنيا ان الهرنيا كل ما تكبر هو ايه اللي بيخش جواها؟ اكتر حاجه انتستن سمول انتستن طولها 6 متر 6 متر وعندها حريه حركه عشان تعمل دايجيشن وابسوربشن فلازم يبقى فيها فري موبيلتي معايا. اللي هي سمول انتستن تطلع معايا من الامبرايتس. بص احنا الهرنيا حجمها قد ايه؟ كبير قوي. طب وايه يعني؟ الانتستن هي بلاد سبلاي. البلاد سبلاي ده لو اتخنق يبقى الحته دي اللي تست يحصل لها ايه؟ هتموت صح؟ وايه يعني هتموت؟ ما هو لما تموت بعد شويه يحصل لها رابشر تفقع ما تفقع. لا ما هو موجود بكتيريا جواها او نورمال كومانسلز بكتيريا عايشه جواها تطلع للبريتونيال كارت وتطلع. ايوه حاجه اسمها بريتونيتس انفلاميشن في البريتونيال كافيتي ودي كارثه دي كارثه موت العيال معايا في خلال مثلا ايه 6 8 ساعات لو ما لحقناهاش وسبناها. انت متخيل؟ معايا؟ حتى العمليات بتاعتها ان احنا نعمل درينج للبرتونيز بتبقى متعبه جدا. معايا؟ هي المشكله في ايه؟ اعمى في عندك اب نورمال اورجانيزم موجود
وتبدا بقى تغسل البريتونيه الكابيت من جوه من كل الحاجات اللي موجوده فيه، لان لو اي حاجه اتسابت تعمل بعد شويه ابسس او خراج. متخيل؟ علشان كده بنقول بريتونايتس. لا ده الموضوع ده خطير قوي، ده مش حاجه بسيطه. معايا؟ فعشان كده بنقول بيعمل موشن اوف ذا بريتونيال كاف. طب نرجع تاني، طب بريمار على القلب ده كله ما تشوف الحكايه اساسا كان في الاول ايه؟ هرنيا. تقول لك هرنيا يا اخي وخلاص. معايا؟ بس احنا زي ما اتفقنا زمان على القاعده، عاده ما حدش بيروح للدكتور الا لما يحس بفين. انا دي الحاجه الوحيده اللي بتجيب للدكتور. حتى لو يقول لك ايه؟ سب. انا حاسس مش عارف هو ده في حاجه كانت مش مهم، مش مشكله، ده عشان تتطور. اي حاجه مش مهم فين